كابتن ابو الدهب ما ردتش عليا في ايه؟ اه لسه عند ما قلت ان الزمالك رايح يعمل عمره وبس. انت بتبص لرضا عبد العال ليه؟ انا مالي يا ابني انت اللي انت بتبص لرضا عبد العال. بص لي انا، هو انا اللي قلت ولا هو؟ ما انا بقول له اهو في حاجه بس عشان الناس تفهمها، مفيش بني ادم يجرؤ يتريق على نادي الزمالك. تمام، مع احترام نادي الزمالك برموزه بجماهيره، انا مش بقول كده عشان ربنا يكملك بقى، وانا محدش مفيش انا بقعد ربنا يكملك بقى ولا تفرق معايا ان واحد بيطلع يتكلم او واحد يغلط. لا لا ماليش دعوه، لا انا ماليش دعوه بالقصه دي، لكن انا بكلم حضرتك. لكن انت بتتكلم من نجم كبير، بتتكلم يا اسلام وامتك كبيره، واخد بطولات مع النادي الاهلي، واخد بطولات عالم عسكري، وراجل احترفت. فمهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. الزمالك بطولات؟ لا ما لحقش. لا ما لحقش، ده كان صغير. لا ما لحقش. لا هي البطوله الوحيده اللي كنا هناخدها ومصطفى ضيعها. مصطفى هو 2-0 ماتش 2-0 اللي اتغلبته ده الدوري اللي رحت فيه تقنع مصطفى، يعني كنت اول ناشئ ياخد في الزمالك، يعني كنت هاخد دوري. لكن لا مهم الكلام اللي حضرتك بتقوله، مهم الكلام اللي انت هتقوله. كان بتتكلم من واقع، وده كان متوقع يا اسلام من اللي هيحصل في نادي الزمالك. اولا انت رايح البطوله العربيه وانت اصلا داخل، يعني خارج من الدوري المصري صفر. تمام، سواء دوري وانا بصراحه ما كنت عايز البطوله العربيه بصراحه. الحاجه الثانيه كان عندك نجومك مشيت، ما عندكش الفرقه او الصفقات اللي تقدر تكسبك. تمام، عندك حاجه ثانيه، عندك مشاكل اداريه، مشاكل نفسيه في نادي الزمالك ودي مهمه جدا. عندك لعيبه يعني معلش مبطلين، مش هي دي الصفقات اللي تستاهل تلبس تيشيرت نادي الزمالك. فانت كل اجماع حتى الخبراء او النجوم من الزمالك اللي احنا اتعلمنا منهم قال لك احنا بننصح الزمالك الانسحاب من البطوله. فناس قالت لك ده رايحين عشان فلوس، لا اسم نادي الزمالك كبير، فلما بيشارك في بطوله بالظبط كده بيديها قوه، لازم ياخدها. يبقى انت بتتكلم طبعا بتنافس على البطوله، يبقى انت ما تروحش. بس لما يكون نادي الزمالك لا بيمر بظروف طبيعيه يبقى ما اروحش، يبقى ما اروحش، يبقى انا ما اروحش، ما اسافرش. بص